تذكر فضيلة الشيخ بأنها لها ولد يبلغ العمر 25، مات في حادث سيارة، تريد أن تبذل له وتصدق عنه وتضحي عنه، هل هذه الصدقات والحج تذهب إلى وتفيد في مماته؟ الجواب على هذا، إذا كان هذا الابن لم يحج الفريضة فلا بأس بالحج عنه، لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها أنها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فأذن لها صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أمها. أما إذا كان قد حج حج الفريضة فإن الدعاء له أفضل من الحج عنه، وأفضل من الصدقة عنه، وأفضل من الأضحية عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء، ولم يرشد إلى غيره مما يفعله الناس اليوم من الصدقة والأضحية والصوم والصلاة ونحوه. ولكن لو فعلت هذا فلا بأس ولا حرج عليها أن تتصدق عن ابنها أو أن تحج عنه. أما الأضحية فالأفضل أن تكون الأضحية واحدة عن أهل البيت جميعا الأحياء والأموات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته. بارك الله فيكم.